لوحات فنية لم تطل عذريتها يد إنسان، صور طبيعية لا تحدها إطارات فنان، من وراء الضباب بدت أسراب النحام تستعد لاستقبال يوم جديد، والعقبان من أعلى القمم تتطلع إلى صبح وليد. والبط ينساب فوق الماء حالما بدفء نهار سعيد، لتطل الشمس وتمسح أشعتها الذهبية قطيرات الندى عن أديم الأرض فتدب الحياة. كائنات على طبيعتها تتحرك، أشجار على رسلها تتمايل، ومياه على حريتها تتماوج. إنها بداية يوم جميل بمكان أنقى وأجمل، المنتزه الوطني لسوس ماسة. يصنف المغرب حسب دراسات عدة ضمن لائحة البلدان التي تزخر ببيئة غنية متنوعة. شطآن وخلجان وضايات، سهول وجبال شاهقات، صحاري وعيون متدفقات. رصيد تراثي طبيعي يكتسي أهمية بيئية كبرى تضاف إلى مؤهلاته الجيولوجية المتمثلة في صخوره العديدة المتنوعة. من أجل تقييم المنتوج البيئي والغابوي المغربي، ومن أجل حماية وحشه وطيوره، قامت الدولة بإنشاء عدة منتزهات وطنية تنضاف إلى منتوجه السياحي. المنتزه الوطني لسوس ماسة أحد هذه المنتزهات الوطنية، صنفت مناطقه الرطبة واد سوس وواد ماسة ضمن لائحة رمسار للأماكن الرطبة العالمية ذات الأهمية الكبرى. حدث المنتزه الوطني لسوس ماسة سنة 1991 على مساحة تقدر ب 33800 هكتار، والمنتزه الوطني لسوس ماسة هو عبارة عن شريط ساحلي يمتد على حوالي طول 65 كيلومتر وعرض يتراوح ما بين 3 إلى 5 كيلومترات. فالمنتزه الوطني لسوس ماسة يتميز بواحد التنوع بيولوجي وإيكولوجي جد مهم، حيث نستطيع أن نقول أن داخل المنتزه هناك ما يزيد على 300 صنف من النباتات، أكثر من 250 صنف من الطيور، أكثر من 20 صنف من الثدييات، الشيء اللي كيبين أهمية التنوع البيوإيكولوجي بمنطقة المنتزه الوطني لسوس ماسة. ونظرا لأهمية هذا التنوع البيوإيكولوجي، فالمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر تقوم ببرنامج جد طموح من أجل تهيئة وتثمين الموارد الطبيعية داخل المنتزه.
وفي هذا الإطار فمن بين أهداف التي سطرتها الإدارة في المنتزه الوطني سوس ماسة، هناك أولا المحافظة على الموارد الطبيعية، الهدف الثاني المساهمة في التنمية المحلية والجهوية عبر المساهمة في خلق فرص للشغل وخلق مجالات للتنمية السوسيو اقتصادية داخل المنطقة، والمساهمة في تنمية السياحة البيئية. والهدف الثالث للمنتزه الوطني سوس ماسة هو التحسيس والتربية البيئية. هذا المنتزه فضاء يضم أنذر الطيور العالمية وأنذر النباتات والأشجار، يستغل لتناسل بعض أصناف الحيوانات الصحراوية المهددة بالانقراض بهدف تثبيت استيطانها وإرجاعها إلى أماكنها الأصلية. على الساحل الأطلسي بين مدينتي أكادير وتزنيت، أنشئ المنتزه الوطني لسوس ماسة على مساحة تقدر بنحو 33,800 هكتار. في هذه المنطقة التي تتميز بمناخ شبه صحراوي، تجد أنواع كثيرة من الحيوانات والنباتات ظروفا ملائمة لعيشها ونموها. لقد تم بها جرد حوالي 300 صنف من النباتات وأزيد من 30 نوعا من الثدييات، كما تعيش بها آخر مجموعة تبقت من طيور أبو منجل الأصلع في العالم. مصبا نهر سوس ووادي ماسة مناطق رطبة ذات أهمية كبرى بالنسبة للطيور المائية القارة منها والمهاجرة. أبو ملعقة طائر يتردد على مصبي وادي ماسة وسوس، أبيض اللون، يدير منقاره يمنة ويسرة في مياه المصبات الضحلة بحثا عن الديدان والقشريات. من رتبة البجعيات، يعمر لمدة 28 سنة تقريبا. سمي هذا الطائر المائي كذلك نسبة إلى منقاره المسطح الذي يشبه ملعقة. جسمه يبلغ حوالي 90 سنتيمترا ووزنه نحو كيلوغرام ونصف، أما اتساع جناحيه فيصل حتى 1.30 سنتيمترا. يطير أبو ملعقة مادا عنقه وساقاه، لكنه يبقيهما في نفس مستوى جسمه. طائر تتناقص أعداده بتناقص أمكنة تعشيشه وجفاف البحيرات وكف الأودية عن الجريان. إلى جانب طيور أبو ملعقة تعيش طيور البلاشون البيضاء. طيور ناصعة البياض طويلة السيقان حادة المنقار تقف ساكنة تصطاد صغار الأسماك والقشريات والحشرات المائية. غير بعيد منها يستريح مالك الحزين. لمالك الحزين أطوار غريبة، فهو يقف طويلا بدون حراك، غارزا عنقه بين كتفيه، تاركا رأسه يبدو خارجا من جسمه. أثناء الصيد يمشي الهوينة وسط المياه الضحلة، موجها منقاره القوي الحاد إلى الأسفل مستعدا لتصويب الضربة القاضية للأسماك التي تمر بجانبه. على أعمدة منتصبة وسط المستنقع تحط طيور مائية أخرى، طيور الغاق. طيور الغاق أنواع كثيرة تتوزع في كل أنحاء العالم على سواحل البحار والمحيطات وعلى الأنهار والمصبات. كفية الأرجل ذات منقار مستقيم معقوف عند نهايته، مكيفة على السباحة والغوص. تطير هذه الطيور على ارتفاع جد منخفض من سطح الماء، تضرب جناحيها قويا فيما بينهما فترتفع لتقطع مسافات طويلة.
لتغذيتها تغوص طيور الغاق عميقا لتمسك الأسماك بمناقيرها، إلا أنها لا تستطيع البقاء طويلا في الماء فلعدم توفرها على غدة تفرز المادة الشحمية التي تقي الريش من التبلل، تقضي وقتا طويلا فاتحة جناحيها لتجفيفهما بعد السباحة. بهذا المنتزه يعيش طائر رشيق ذو سيقان وردية طويلة يدعى أسود الجناحين المطوال. يتواجد أسود الجناحين المطوال على نطاق واسع بكل أنحاء العالم تقريبا. يقضي حياته قرب المستنقعات والبحيرات والأراضي التي تغمرها المياه. طائر يتغذى على سطح المياه بنقر الحشرات المائية والديدان ويرقات الذباب، ويغمس رأسه أحيانا في الماء بحثا عن الرخويات والشراغيف. من أجمل وأبهى طيور المنتزه طائر النحام الوردي، طائر يعمر طويلا، ساقاه الطويلتان وعنقه المشرئب ومنقاره الضخم ولونه المتمازج بين الأبيض والوردي خصائص تجعله يبدو كراقص وسيم يؤدي ببراعة رقصات الفلامينغو الإسبانية. مع بداية فصل الخريف تحل طيور النحام الوردي على مصبي سوس وماس وعلى بحيرات الشمال الإفريقي الشاطئية الأخرى لتقضي بها فصلي الخريف والشتاء الباردين، بينما تتجه أسراب أخرى منه نحو شرق الأبيض المتوسط في اتجاه تركيا ومصر وفلسطين. في نفس الوسط تجد أنواع كثيرة من البط مرتعا آمنا لعيشها. بط شهرمان طائر كبير الحجم بارع في الطيران، لكنه رغم ذلك يفضل البقاء طويلا على الأرض متجولا في الأماكن المعشوشبة تارة وسابحا في مياه البحيرات تارة أخرى. إلى جانب بط شهرمان يتواجد نوع آخر من البط، البط الجراف، طائر ذو ألوان زاهية ومنقار كبير مسطح على شكل مغرفة يساعده على تصفية جزيئات البلانكتون وبعض النباتات والكائنات الحية من الماء. ككل الإيوازيات يعتمد غذاء هذه الطيور على النباتات والحبوب، لكنها بين الفينة والأخرى تتناول الرخويات والقشريات وبعض الحشرات المائية والديدان. على مصب هذا النهر تتردد كذلك طيور الغرة المكيفة على السباحة والغطس. طيور سوداء متوسطة الحجم ذات عرف أبيض ومنقار حاد بعيون حمراء وجسم على شاكلة الإوز.
هذه الطيور تحب العوم بمياه البحيرات الضحلة الساكنة مستخدمة قدميها القويتين للتجديف. عند السباحة تطفو الغرة فوق سطح الماء محركة رأسها إلى الأمام وإلى الخلف مظهرة براعة كبرى في الغطس. من حين لآخر تغوص عميقا لقضم نبتة أو التقاط حيوان مائي صغير. تمضي طيور الغرة معظم وقتها في الماء، إلا أن ريشها يبقى جافا تقيه من التبلل مادة زيتية تفرزها غدة موجودة في مؤخرتها. عند تنظيف نفسها تقوم الغرة ببسط إفرازات تلك الغدة على كل جسمها ليصبح ريشها كتيما غير منفذ. رغم رشاقتها وخفة حركتها إلا أنها قلما تستطيع الطيران، وإن طارت فذلك لإحساسها بخطر يهدد صفوها أو لاقتراب عدو خطير. من ألد أعداء الطيور المائية عقاب المرزى. كاسر نحيف البنية ذو أجنحة مكوعة وسيقان عارية أصهب اللون يستوطن جوانب البحيرات والمجاري المائية. تختار عقبان المرزة فرائسها من صغار الطيور المائية والطيور المريضة والجريحة، تنقض عليها وتحملها بين مخالب قدمها اليسرى، إلا أنها غالبا ما تنفلت بالرغم من ضخامته وكبره. تطير المرزة بسرعة 50 كيلومترا في الساعة، بذلك تعتبر أسرع طيور هذا الجنس من العقبان. طيران بطيء ومنخفض تتخلله رفرفات قليلة وتوقفات مفاجئة لانقضاضه على فرائسه. هذا العقاب وكغيره من العقبان التي تتردد على المنتزه كعقاب بونيلي والسرنوف الصياد وغيرهما، كواسر تناقصت أعدادها نتيجة لتدمير أواسطها البيئية واختفاء المناطق الرطبة وازدياد الصيد والتلوث. يعد العنصر البشري عاملا مهما في تفاعل الأنظمة البيئية بالمنطقة. بمنتزه سوس ماسا الوطني 7 دواوير يقطنها حوالي 3500 ساكن يعتمدون في عيشهم على زراعة الحبوب وتربية الماشية والصيد البحري. إن مناظر المنتزه الطبيعية وفتنة شواطئه وندرة حيواناته ونباتاته مؤهلات جعلته مقصدا للسواح. مغاربة وأجانب يرتادونه للتنزه والاستجمام، مما دفع بالمسؤولين إلى تشغيل حراس يسهرون على جماليته ونظافته وعلى سلامة حيواناته ونباتاته. الترقام حيضادات اللي غيتزايدني رايت منطقة ماسا لقيت تكثرني. أعمل على مراقبة الطيور المارة من هنا، فمنطقة ماسا تعرف توافد العديد من الطيور المهاجرة كالنحام الوردي وأنواع من البط البري وكذا طيور الغرة وطيور الكرك الرمادية وغيرها. هذه الطيور تأتي لقضاء الموسم البارد، تقضي 6 أشهر هنا بالمنتزه لتعود إلى أوروبا للتفريخ. أبدأ عملي بإطلالة على النهر، أنظر هل به طيور وهل هناك ما يدعو إلى مضايقتهم وإزعاجهم، كما أذكر الزائرين بضرورة احترام حيوانات المنتزه ونباتاته والعمل على إبقائه نقيا نظيفا.
على الساحل الأطلسي وعلى بعد نحو 30 كيلومترا جنوب مدينة أكادير بين مصبي وادي سوس وماسا، يحضن المنتزه قرية صغيرة هادئة عريقة في القدم، يعتمد سكانها في عيشهم على الصيد البحري، قرية تيفنيت. اعتدال طقسها، جمال شاطئها، ونعومة رمالها الذهبية، خصائص تغري بالزيارة والاستقرار، مما أدى بها إلى جذب آخر سرب تبقى من طيور اتخذت شعاراً للمنتزه الوطني لسوس ماسا، طائر أبو منجل الأصلع الشمالي. أبو منجل الأصلع طائر استقى اسمه من شكل منقاره الذي يشبه المنجل، ومن رأسه الأحمر الخالي من الريش، أسود اللون، ذو صبغات قزحية من الأزرق والأخضر والنحاسي تظهر عليه تحت ضوء الشمس. على قفاه بضع ريشات تشكل تاجا منسدلا يميزه عن طيور أبو منجل الأصلع الجنوبي، ذاك المستوطن جنوب القارة الإفريقية. في الماضي كان هذا الطائر منتشرا في أجزاء كثيرة من المعمور، في أنحاء من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجبال الألب الأوروبية، إلا أن أعداده قد تناقصت بشكل كبير حتى خيل أنه انقرض نهائيا، وذلك بسبب الصيد والمضايقات البشرية وإقامة السدود والزراعات المكثفة. لقد اختفى أبو منجل الأصلع الشمالي من جبال الألب منذ 400 سنة، ومن معظم مناطق تواجده بالشرق الأوسط والمغرب والجزائر منذ سنين، وبات على اللائحة الحمراء للاتحاد الدولي لصون الطبيعة مصنفا بين الأنواع المعرضة للانقراض بشكل خطير. لكن العناصر المتبقية منه التجأت إلى المنتزه الوطني لسوس ماسا، هنا فضلت أن تعيش وتنعم بالهدوء والاستقرار. بهذا المنتزه يعيش اليوم بشكل دائم ما يقارب 300 طائر من طيور أبو منجل الأصلع، بينما تستوطن 200 فرد منه محطة تامري شمال أكادير، يحظون بالعناية والمتابعة العلمية الدقيقة من طرف أناس سخروا أنفسهم لحماية هذا الطائر وتوفير المناخ الملائم لعيشه. وفي إطار هذا البرنامج العلمي لتتبع عدد من الأصناف الحيوانية المتواجدة داخل المنتزه، يجدر بالذكر على سبيل المثال التتبع العلمي اللي كيخص طائر أبو منجل الأصلع، اللي هذا الطائر فهو كيمثل واحد المؤشر للتنوع البيوإيكولوجي اللي كيعرفو المنتزه الوطني سوس ماسا، اللي كيبلغ عدد الأفراد ديالها حوالي 500 فرد، واللي هي كتكثر في أجراف الساحلية للمنتزه الوطني لسوس ماسا ومنطقة تامري شمال أكادير، واللي أيضا كتعرف واحد تتبع علمي من طرف الأطر وتقنية إدارة المنتزه الوطني لسوس ماسا. ينتقل أبو منجل الأصلع من مكان لآخر في مجموعات يترأس كل منها قائد، ويطير لمسافات طويلة بحثاً عن القوت والغذاء. إذا ما رصد قائد مكاناً متوفر الطعام، أمر قطيعه بالهبوط إليه، لينزل الجميع في تحليق لولبي بديع. بفضل منقاره القوي المقوس يستخرج طائر النوق الزواحف والخنافس والعقارب من جحورها لتكون له الطعام الشهي المفضل، إلا أن المبيدات المستعملة لمكافحة الحشرات أضحت تشكل تهديدا لحياته.
إن أبو منجل الأصلع لا يمثل أوحد المنجليات التي تعيش بالمنتزه، بل إن أحد أقربائه يحل ضيفا عليه خلال فصلي الخريف والربيع. إنه أبو منجل اللامع المصقول، طائر مهاجر مرتحل، ساقاه الطويلتان المكيفتان على المشي وسط البرك، ومنقاره الكبير المعقوف إلى الأسفل يسمحان له بالتنقيب عن طعامه في الماء وبين لوحال. هذا الطائر الواسع التوزيع يعشش بأوروبا وأمريكا الشمالية، ويشتو هاهنا بالمنتزه الوطني لسوس ماسا وببعض أجزاء إفريقيا الشمالية وآسيا وأمريكا الوسطى، إلا أن توزيعه الجغرافي بدأ يتقلص نتيجة الصيد وتقلص المناطق الرطبة وتلوث المياه. لا يقتصر المنتزه الوطني لسوس ماس على الطيور فحسب، بل توجد به مجموعة من الثدييات من بينها الخنازير البرية. على جنبات نهر ماس وعلى ضفتيه الموحلتين مجموعة خنازير برية تمضي وقتها في التمرغ واقتلاع جذور النباتات. الخنزير حيوان شرس عنيد، قد يتسلل ليلا إلى القرى والمزارع فيفسد مزروعاتها ويتلف محاصيلها، إلا أنه ليس الحيوان الوحيد الذي قد يلحق الضرر بالمداشر، بل هناك حيوان آخر لا يقل شراسة يسطو على دجاج القرويين وأرانبهم. إنه ما يطلق عليه السكان المحليون اسم أورتا أو النمس. النمس حيوان وجل، ليلي النشاط، قليل الظهور. لتصويره كان لابد من طعم يخرجه من مخبئه. لذا عمدنا على إغرائه برمي بعض أسماك السردين في مكان ارتياده، وأخذنا ننتظر. بعد برهة، ها هو النمس المرتقب يخرج بحذر شديد لالتقاط السمك المنثور. يتمتع النمس بشم قوي متطور، فهو يستشعر الروائح من بعيد، وتمنحه هذه الحاسة قدرة على استكشاف الشقوق والجحور ومعرفة ما بها من فرائس. عائلة النموس أنواع عديدة تتفاوت قاماتها من نوع لآخر، إلا أن أشهرها هو النمس المصري. يعيش هذا النوع من النموس بجنوب أوروبا وشمال وجنوب إفريقيا وشبه الجزيرة العربية ومنطقة الشرق الأوسط. يتوفر على رأس صغير وأذنان قصيرتان وعلى ذيل طويل يقيس طول جسمه. أنفه مستدق
وقوائمه قصيرة تنتهي بأصابع مزودة بمخالب غير قابلة للانقباض. له أسنان حادة يستعملها لتقطيع فرائسه ولغرسها في أعناق الأفاعي التي اشتهر بالقضاء عليها. مولع بأكل البيض. لقد كان المصريون القدامى يعتقدون أن بأكله بيض التماسيح على ضفاف نهر النيل كان يعمل على إبقاء أعدادها عند حد معين، مما دعاهم لتسميته بفأر فرعون. من عادة الناموس ارتياد جنبات المستنقعات والبرك لمهاجمة الطيور المائية، فهي تداهمها لتنقض على الضعيفة منها والمريضة. وعندما لا تجد مبتغاها على ضفاف المستنقعات والأنهار تسطو على دواجن القرى والمزارع. لقد طرد هذا الثدي كثيرا من طرف الفلاحين، واعتبر من الحيوانات الضارة، كما وصف بالمكر والدهاء حتى تناقصت أعداده وأشرف على الانقراض. من أكبر طيور المنتزه نعامة إفريقيا الشمالية ذات العنق الأحمر، واحدة من بين الفصائل الأربعة للنعام، متأقلمة على العيش في كل المناطق بما فيها المناطق الصحراوية. لقد انقرضت النعامة من البرية المغربية منذ سنة 1945، ودق الاتحاد العالمي لصون الطبيعة ناقوس الخطر، فقامت المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بحمايتها داخل أماكن مسيجة. يمكن التمييز بسهولة بين ذكور النعام وإناثها، فالإناث تكون بنية ضاربة للرمادي، بينما ذكورها سوداء بريشات بيضاء أطراف جناحيها وذيولها، وبلون وردي باهت على مستوى الأرجل والرقبة. أثناء موسم التزاوج تزداد أرجلها وأعناقها احمراراً. خلال فترة التوالد يصبح ذكر النعامة عدوانياً، يهاجم كل متطفل يلج منطقة نفوذه. للنعامة رأس صغير تحتل منه العينان الثلثين، بصرها ثاقب حاد تستطيع به تمييز الأشياء على بعد 4 كيلومترات. عنقها الطويل وعيناها الكبيرتان تشكلان منظارا يسمح لها برؤية الأفق من كل زواياه. لها منقار مثلث كبير نسبيا تقضم به الأوراق والحشائش، وتلتقط به كل ما يسع حلقها، وتلجأ إلى استخدامه للنقر والعض عند الإثارة أو التهديد. أما أقدامها فقوية تستعملهما للركل والرفس دفاعا عن نفسها، في كل قدم لها زوج من الأصابع يساعدها على الجري سريعا، إذ تستطيع الركض لأكثر من 70 كيلومترا في الساعة. يبلغ ارتفاع فراخ النعام عند تفقيسها حوالي 25 سنتيمترا، تتشابه فيها الإناث والذكور،
وقد تجتمع كل الصغار في حضانة واحدة بعد الازدياد، وذلك تحت مراقبة زوج أو تحت إشراف ذكر راشد. منذ البداية تكون الفراخ قوية أكولة، فما تكاد تخرج من بيضها حتى تبدأ في الأكل والنقر. ومنذ أيامها الأولى تحاول الإمساك بالحشرات والسحليات، فتبتلع معها الحجارة والحصى. إنها إحدى عادات النعام ابتلاع الرمل والحصى لتسهيل عملية الهضم. لقد اختفت النعامة من البرية، ولم تعد حمريات العنق منها تعيش إلا بالأسر. إن الإنسان بجشعه وطغيانه وبسبب صيده الجائر الظالم هو من دفع بها والكثير من الحيوانات الأخرى إلى حافة الدمار والانقراض. لقد كان ينظم حملات صيد كبيرة يقتل أثناءها عدداً هائلاً من الحيوانات، لا لشيء إلا لإشباع نزواته الوحشية العدوانية. لكن ما إن أدرك سوء ما اقترفت يداه حتى هم لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، فأنشأ المحميات والمنتزهات وكرس كل جهوده لحماية ما تبقى منها، عسى أن يرجعها يوماً إلى مواطنها الأصلية. فهل يستطيع أن يعيد البرية يوماً إلى سابق عهدها؟ منذ أوائل القرن العشرين بدأت جمهرات الماها حمراء العنق تتقلص من مواطنها الأصلية. مع وصول الأوروبيين إلى شمال إفريقيا ومع قيام الحرب العالمية الثانية كثر صيد هذا الحيوان من أجل قرونه ولحومه. الماها الحسامي حيوان من فصيلة البقريات، قصير الوبر، أبيض اللون، ذو عنق وصدر أشقرين، له قرنان طويلان متوازيان يبلغ طولهما حوالي 1.25 متر، دقيقان مقوسان إلى الخلف، يتراوح وزنهما بين 180 إلى 200 كيلوغرام. تقتات المهات فترات الصباح والمساء على النباتات والأعشاب والفواكه. بفضل كليتيها اللتين تمنعان خسارة المياه عند التبول، وبفضل استطاعتها تعديل حرارة جسمها لتفادي التعرق، يمكنها الاستغناء عن الشرب لشهور عديدة. ترعى المها بين الكثبان والسهوب الصحراوية، مكونة مجموعات تتشكل كل منها من دزينة من الأفراد، يترأسهم ذكر مسيطر. عند التوالد يطارد فحل المهات كل ذكور القطيع المنافسة له ليعزل عنهم أنثاه المستعدة لذلك. تدوم مدة حمل المهات ما يقرب من 270 يوما، تنفصل بعدها عن القطيع لبضع ساعات حتى تلد. تضع عجلا واحدا يميل لونه إلى الاصفرار، ترضعه وتعتني به حتى يبلغ أشده في شهره الخامس فيستقل. إن المها من الحيوانات سهلة التدجين، لقد دجنها الإنسان منذ القدم. كانت تتواجد بكثرة بكل أجزاء الشمال الإفريقي، إلا أنها قد اختفت منها اليوم ولم تعد تعيش إلا بالمنتزهات والحدائق. منذ الستينيات من القرن العشرين أطلق برنامج عالمي للإكثار من هذه الأبقار الوحشية في الأسر،
حيث يجري العمل على تربيتها تمهيدا لإعادتها إلى أوساطها الطبيعية. إنها لم تندثر من بلاد المغرب إلا سنة 1973 ليصنفها الاتحاد العالمي لحماية الطبيعة من ضمن الحيوانات السائرة نحو الزوال. بقريات أخرى تزيد من رونق المنتزه وثرائه. مها أبو عدس أو الظباء لولبية القرون الأداكس، واحدة من ظباء الصحراء المهددة بالانقراض، بيضاء اللون صيفا بنية شتاء. لها قرون حلاقية ملفوفة بشكل حلزوني تصل إلى 80 سنتيمترا لدى الإناث و 120 سنتيمترا عند الذكور. حوافرها عريضة مبطنة كالخف تساعدها على المشي بسهولة فوق الرمال. تتغذى هذه المهات على الأعشاب وأوراق الشجيرات، وهي لا تشرب عادة بل تحصل على السوائل التي تحتاجها من عصارات النبات الذي تأكله. لقد كانت هذه البقريات منتشرة منذ آلاف السنين عبر شمال إفريقيا وشبه الجزيرة العربية وفلسطين، وظلت رسوماتها على مقابر المصريين القدامى منذ القرن الخامس والعشرين قبل الميلاد دليلا على استئناسها من طرفهم. وإلى عهد قريب كانت أفرادها تنتشر بشكل واسع على أرض المغرب والجزائر وصولا إلى السودان، ولم تنقرض من هذه الأماكن إلا ابتداء من سنة 1956. كجل الحدائق والمنتزهات حول العالم، يقوم المنتزه الوطني لسوس ماس بتربية وتزويج الحيوانات قصد تكاثرها ونقلها بعد ذلك إلى أواسطها البيئية الأولى. في الثامن من شهر أبريل سنة 2008 تقرر ترحيل قطيع من الأداكس إلى الصحراء المغربية، وذلك لتطعيم منتزه الصافية الوطني، ومن تم إخلاء سبيلها نهائيا في البرية الصحراوية. سنة بعد ذلك أعلن توالد هذه الحيوانات وتكاثرها بمنتزه الداخل الوطني عن نجاح عملية الترحيل هذه وتأقلم الظباء مع المناخ والطبيعة الصحراوية. تتجلى أهمية منتزه سوس ماس الوطني في استقباله العديد من الحيوانات التي كانت تعيش بالمغرب والتي أعيد إدخالها إليه بعدما اختفت منه. يتعلق الأمر بظباء الأوريكس والأداكس التي جيء بها من أوروبا، وطيور النعام ذو العنق الأحمر القادمة من تشاد، وغزلان الدم مهر التي لا تزال بعض أفرادها القليلة تعيش بالصحراء المغربية. قاسم هذه الحيوانات المشترك هو تهديدها بالانقراض وانتمائها لوسط نباتي وحيواني واحد، الجنوب المغربي الكبير. الدركاس أو غزال آدم أصغر الظباء وأشهرها. تستوطن السلالات الكثيرة منها معظم أراضي الشمال الإفريقي وشبه الجزيرة العربية والعراق والشام وإيران. غزلان مهددة بالانقراض بشكل خطير وفقا للقائمة الحمراء للاتحاد العالمي للحفاظ على الطبيعة.
تعدو غزالة الدوركاس لأكثر من 75 كيلومترا في الساعة. خلال ركضها تقوم بقفزات مذهلة للإفلات من أعدائها، إلا أنها هنا بالمنتزه الوطني لسوس ماسة تعيش بسلم وسلام، مجتمعة مجموعات أسرية في منأى عن أنياب الفهود وجور الصيادين. كغيرها من الغزلان تنشط الدوركاس ساعات الفجر والليل والغسق، فلتجنبها شدة الحر وتفاديها عدوانية البشر تفضل الرعي بالليل. وقت الأصيل بخروج غزلان آدم مساء إلى البرية، تعود طيور أبو منجل إلى الأجراف التي اتخذتها أمكنة للمبيت. إنها تقضي النهار بعيدا عنها لتروح إليها مساء. في حفر على الأجراف الكلسية لساحل المنتزه تبيت هذه الطيور عشوائيا مع بعضها، حتى إذا ما حل موسم التزاوج هجرتها ليستقر كل زوج منها في عش خاص به يعده وينظفه استعدادا لاستقبال البيض. ما إن يرخي الليل سدوله حتى تبدأ ليليات المعيشة في الخروج من مخابئها سعيا للرزق. غالبا ما تحول الظلمة دون إبصار الحيوانات الليلية، إلا أن آثار أقدامها البادية جليا على الرمال تفضح أمرها. ليبقى الحظ والصدفة العاملان الوحيدان المحددان لإمكانية رؤية تلك الحيوانات. ثعلب أشقر يبدو أنه ينبش ليستخرج غذاء كان قد خبأه. من عادة الثعالب أن تحفر حفرة تطمر بها ما تبقى لها من طعام لتعود إليه عند الحاجة أو أحيانا للاطمئنان. الثعالب أنواع كثيرة تعيش بكل أنحاء العالم ما عدا القارة القطبية الجنوبية وجنوب شرق آسيا وبعض الجزر. من فصيلة الكلبيات كالذئاب والكلاب، إلا أن ذيولها أغزر وأكثف. ابتداء من حلول فصل الخريف ولمواجهة الموسم البارد، يكتسي الثعلب الأشقر فروا كثيفا ناعم الملمس. بداية فصل الشتاء يتم التزاوج بين الثعالب الشقراء. يتخذ الثعلب لنفسه زوجة يكون وفيا لها مدى الحياة. إذا ماتت أو تم الإمساك بها من قبل عدو لاذ بالفرار ليعيش وحيدا تائها حتى الموت. للثعالب أعداء كثيرة، منها البوم والنسور والذئاب والكلاب الضالة، إلا أن ألد أعدائها على الإطلاق هو الإنسان. لقد حاك حوله الحكايات واعتبره حيوانا ماكرا ضارا يجلب الجوع والمرض، فشجع على اصطياده والقضاء عليه بمختلف الوسائل. لكن ما إن أدرك أن في اختفائه خللا بالتوازن حتى تراجع عن كرهه فحماه.
إن المنتزه الوطني لسوس ماسة فضاء يعمل على صيانة حيوانات هددتها ظروف المناخ والبشر، ويوفر الوسط الأنقى لكائنات أشقاها التلوث والكدر. متنفس بيئي يحمي الموارد الطبيعية ويقوم بدور الترفيه وضمان التنمية. حديقة غناء تتمازج فيها زقزقات الأطيار بحفيف الأشجار وهدوء البرك بصخب البحار. بها سهوب وسهول وكثبان وبيد تضم أنذر الغزلان. بساتين وحقول وشطآن ومستنقعات لبط الشهرمان. برية يسودها السلام وتجوب مراعيها الأنعام والنعام. تغدو ضاياتها طيور الغرة والنحام، وتروح إلى أجرافها طيور النوق والحمام. محطة للطير المهاجر ومرتع لليمام والكواسر. بها يعيش الإنسان والحيوان في تواد وأمن وأمان. فما أروع أن يتنازل المرء عن غروره ويكف عن طغيانه وشروره، ويدرك أن الأرض له ولغيره.